أهلا بكم في النشرة الثقافية. أطلقت هيئة المكتبات السعودية بالتعاون مع أمانة مناطق مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية فعالية أطفالنا يقرؤون، وذلك ضمن سعي الهيئة لتنمية العادات القرائية. وعدت الهيئة رحلة ثقافية متكاملة تثري تجربة الزائر عبر تقديم عدد من الأنشطة المصاحبة كالمكتبة التفاعلية الهادفة لتغذية الأطفال بمعلومات متنوعة في مجالات الأدب والقصص والعلوم والتاريخ وغيرها من الموضوعات، إلى جانب ورش عمل تعليمية وتفاعلية للأطفال وأنشطة التعبير بالرسم المشجعة للطفل بقراءة قصة قصيرة ثم رسمها على لوحة صغيرة ليتعلم مهارات متعددة. عرضت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في المملكة العربية السعودية فيلما وثائقيا بعنوان أعظم الرحلات الحج إلى مكة المكرمة على خطى ابن بطوطة، وذلك ضمن التوجه الثقافي الجديد في المكتبة الذي يتسق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتوجيهات وزارة الثقافة السعودية. هذا ويتيح الفيلم للمسلمين الذين لم تتح لهم فرصة أداء مناسك الحج بالإطلاع عليها من خلال أفلام الشاشة العملاقة. استضافت هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب المعرض الدوري المشترك السابع لآثار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان ترابط وتواصل. ويهدف المعرض المقام في متحف الشارقة للآثار إلى توثيق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إبراز التاريخ المشترك الذي يربط دول مجلس التعاون ببعضها منذ أقدم العصور. أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة دبي للثقافة عن تنظيم مهرجان أيام الشندغة الهادف إلى تعزيز حضور التراث البحري المحلي بين أفراد المجتمع والتعريف بتفاصيله وجمالياته وتأثيره على الحياة الاجتماعية في دبي، وذلك من خلال عدد من العروض الفنية والتراثية وورش العمل التفاعلية التي تستكشف علاقة سكان الإمارة مع البحر وطبيعة الحرف اليدوية المرتبطة به، ما يساهم في إبراز إرث دبي البحري المستدام. Thank you.
افتتم مهرجان الباطنة السينمائي الدولي في سلطنة عمان الذي نظمته الجمعية العمانية للسينما بالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بقلعة نخل بمحافظة جنوب الباطنة. وأكد رئيس الجمعية العمانية للسينما أن الجمعية تسعى من خلال فعالياتها المتواصلة إلى إبراز مختلف المحافظات والموروث الثقافي والاجتماعي والسياحي بها، وذلك من منطلق رؤية عمان 2040. نظم مركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد في تونس مائدة مستديرة تحت عنوان التراث الثقافي غير المادي في تونس، الجرد والتسجيلات، الوضع الراهن. وتمحور اللقاء حول تقديم حصيلة تقييمية للجرد الوطني لعناصر التراث الثقافي اللامادي ومجمل ملفات الترشح للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية لدى اليونسكو، وذلك في إطار تفاعلي. حب الصقور والشغف بتربيتها بمثابة هواية وإرث ثقافي تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وما بين الموروث القديم والحداثة تمسك الخليجيون بهذه الهواية حفاظا على التراث الذي ارتبط بحياة الآباء والأجداد. منذ زمن بعيد تمثل رياضة الصيد بالصقور مصدرا للمتعة والفخر عند العرب، كونه مرتبط بمعاني التحدي والقوة والهيبة. ففي يوم من الأيام كان الصقر أداة للصيد عند العرب، وعرفت لديهم بهواية الملوك، حيث كان الأجداد يستخدمون الصقور المعروفة بقوتها لصيد الأرانب وطيور الحبارة والحمام لاستخدامها في توفير طعامهم أو بيع ما يتم اصطياده باعتباره مصدر رزق لأصحابها. ومع تطور الحياة تحول الصقر من مهمته الأساسية المرتبطة بالحياة الصعبة في الصحراء إلى رمز من رموز منطقة الخليج العربي، وهواية ورياضة وتجارة يمارسها الناس من مختلف الأعمار والمستويات، لتثبت هذه الهواية بأنها رمز ثقافي توارثته الأجيال على خطى الآباء والأجداد من أجل إحياء موروثنا الشعبي على مر الأزمنة.